تستهدف جائزة الحوار الوطني الأعمال والمشاركات التي تشكل إضافة نوعية وتترك أثراً واضحاً وملموساً في تعزيز القيم التالية: التعايش المجتمعي، التسامح، التلاحم الوطني. التعايش المجتمعي وهو العلاقة التفاعلية في بيئة مشتركة بين فئات مختلفة بغرض تحقيق استفادة أو تبادل منافع في ظل جو من الاحترام والود. التسامح ويتمثل في احترام وتقبل الاختلاف الاجتماعي أو الثقافي أو الفكري مع الآخرين، ومن ثم الاعتراف بحقهم في التعبير عن آرائهم وتفهم موقفهم لما يحقق الانسجام بين أفراد المجتمع. التلاحم الوطني ويعبر عن تماسك المكونات البشرية في المجتمع من أجل حماية المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والفكرية والإسهام في حماية النسيج المجتمعي والوطني. شارك معنا لتعزيز قيم التسامح والتعايش المجتمعي والتلاحم الوطني في المجتمع لتسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.